ولا فوت من الموت لإنسان، وهوى النفوس ظلما، وفعل الإله حكما، ونسيان الحق نقما، ومساعي الثواب هما، ولكم عند الله من الخير ما تكنزون، ومن الشر ما تكسبون، ونحن وإياكم في قبضة مالك، وهو المنجي برحمته من كل هال، قبول أوامر الله طاعة وصبرا، وأناب إلى رحمته عزا ونصرا، فطوبى لمن قبل أوامر الله طاعة، وجعل مدة الحياة ساعة، وركب جواد القناعة، وعلق في الحكمة الربانية فكرا لماعا، وقيد النفوس بقيد الوراعة، ورفع أنوار العقل في دوام إخلاص الضراعة، وجعل في حق الموت أمانة للرضا والتسليم. أيها المشيعون الكرام، أيها المشايخ الأفاضل، بالصبر والسلوان والرضا والتسليم نودع فقيدنا الشاب المأسوف على شبابه أبو سيف رياض مراد حبيش، الشاب الأمير رمز الوفاء والعطاء، الأمين الوفي، صادق اللسان، الكريم السخي، ذو الوجه البشوش، نودع طموحا، نودع ركنا في خدمة مجتمعه، نودع عمادا للعطاء، اليوم نودعك المعزي والمعزى واحد، نودعك يا وفيا بعشرتك، يا بشوشا في بسمتك، يا سخيا ببيتك، يا كريما بفؤادك، يا مصاحبا بصدقك، يا معاشرا برزقك، يا موفر الوفد، يا ناهج الود، يا أمينا على العهد، يا مؤتمن على الوعد، يا صاحب اللسان الفصيح والصدر المنشرح الفسيح، يا محدثا في حسن الأحوال، يا رجلا يا أعز الرجال. أيها المشيعون الكرام، إن فقيدنا الراحل أبو سيف رياض مراد حبيش لقد عاش من العمر 50 عاما، قضاها في الجد والاجتهاد هو وزوجته المخلصة لكسب رزق الحلال، وقد أنجب ابنا وحيدا وأربع بنات مصونات رباهم أحسن تربية. وجدير بالذكر أن عمه الشيخ المرحوم أبو محمد جبر حلبي لم يمضي على وفاته أيام معدودة، واليوم يلحق به أعز الناس إليه. وفي النهاية نتقدم بالتعازي الحار إلى الأخ سيف والأعمام والأخوال المحترمين وعموم عائلتي حبيش وحلبي والأنسباء والأقارب، لا أراكم الله مكروها بعزيز إلى أمد بعيد، وبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن عائلتي حبيش وحلبي أتقدم بجزيل الشكر لكل من شاركنا مصابنا هذا، لا أراكم الله مكروها بعزيز إلى أمد بعيد. ومن كانت به هذه الصفات الحميدة نطلب من الله العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته، إن لله وإنا إليه راجعون. سلام تعمركم.